ازيكم عاملين ايه؟ يوسف ابني طلب مني ان انا ارسم لكم شخصيه بيكاتشو عشان هو بيحبها قوي. يا رب انتوا كمان تكونوا بتحبوها. هرجع لكم بالتفاصيل كلها، بس ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل ولايك وشير الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. رجعت لكم تاني. هنبدا نرسم زي ما اتفقنا، بنرسم بالقلم الرصاص وبخط خفيف، بندوس قوي بالقلم عشان ما يسيبش مكان ويضايقنا واحنا بنلون. هنبدأ نقسم الرسمة أشكال كده ونحطها كلها في اللوحة أو في الورقة بتاعتنا، وبعد ما نخلص خالص ونطمن ان هي حجمها مناسب بالنسبة للورقة ومفيش حاجة فيها مضايقانا، نبدأ ان احنا نحط لها بقية التفاصيل. انا هنا رسمت الوش وادي الودان، هنرسم بقى بقه. بصوا امشوا معايا خطوة خطوة، هيبقى سهل خالص وبسيط بالنسبة لكم. بصوا هننزل بحرف يو كده من تحت، يبقى كده عملنا بق. ونحط مكان اللسان من جوه، هو خدوده فيها دواير كده اللي هي لونها احمر. وبعدين هنعمل مكان للعينين، انا حاسه العين هنا كبرت شويه، المفروض تبقى اصغر من كده، همسحها واصغرها شويه. هبدا احط بقى مكان ايده، وهحط الايد التانية، ونكمل بقى الجسم من تحت. واكتر حاجة مميزة للشخصية دي اللي هي الديل بتاعه. خلاص كده خلصناه، اطمنا ان كل حاجة فيه تمام، مفيش اي حاجة فيه مش مظبوطة. هنبدأ بقى ان احنا نعيد على الخطوط الاساسية او الخطوط اللي احنا عايزينها بالقلم الاسود بتاعنا او القلم الحبر. انا همشي معاك اهو بالراحة عشان لو الرصاص مش باين لكم هتشوفوا بالقلم الحبر وانا برسم تاني.
كده خلصنا الرسمة بتاعتنا، هنبدأ بقى نمسح كل الرصاص اللي احنا مش عايزينه عشان نبدأ نلون على نظافة، والرسمة بتاعتنا تبقى نظيفة وجميلة واحنا بنلون. زي ما بقول لكم وزي ما بنتفق في كل فيديو، انا بسرع التلوين لكن انتوا لونوا على مهلكم وبراحتكم، ويرجعوا شوفوا درس ازاي نلون صح اللي ما شافوش قبل كده. بنلون كله في اتجاه واحد، ما نسيبش اي فراغات بيضة، ونحاول على قد ما نقدر ما نخرجش بره الشكل بتاعنا. وفي الدرس اللي بقول لكم عليه ازاي نلون صح موجود ازاي ندمج الالوان وندخلها ببعض. وبكده نبقى خلصنا شخصية بيكاتشو. يا رب تكون عجبتكم وتكونوا بتحبوها. ما تنسوش بقى اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وكل فيديوهاتنا الجديدة، واعملوا لايك واكتبوا لي تعليق على الفيديو، اني ببسط قوي بتعليقاتكم. واستنوني فيديوهات تانية كتير على خير بإذن الله. ولو حابين اي شخصية تانية اكتبوا لي في التعليقات وانا اعملها لكم في فيديو لوحدها.